وراح. اوكي السايتو فيرتيكال ماسلز اعمل ايه يا ابني؟ هو انت اشيل ده واحط ده؟ يمين انا يعني امسكي يا امسكي يا لا. اوكي اوكي سايكلو فيرتيكال ماسلز ار فيري امبورتنت اند ار فيري كروشال. ايه هما السايكلو فيرتيكال ماسلز اللي حضرتك؟ كام واحد؟ اربعه سايكلو فيرتيكال. يبقى انا عندي في اوبليكس في كل عين، في عندي اوبليكس تو اوبليكس، وفي عندي في كل عين تو فيرتيكال ماسلز. التو فيرتيكال ماسلز بتوعي اللي هما مين؟ سوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس. التو اوبليكس اللي هما مين؟ عندي سوبيريور اوبليك والانفيريور اوبليك. تعالوا بس نحط رول كده قبل ما نتكلم، ان انا عندي السوبيريور ماسلز ار انتورترز، انفيريور ماسلز ار اكستورترز، اوبليك ماسلز ار ابدكتورز، فيرتيكال ماسلز ار ادكتورز. اوكي طيب تعالوا نبص على this patient، بصوا عليه كويس. العيان ده اما اجي اتكلم على كلمه فيرتيكال توبيا، معلش انا بس هقول لكم كلوز للسؤال اللي هو البروبلم سولفينج بتاع سكند بارت وبتاع الدكتوراه، لان احنا لازم نجيب سؤال حوار. جاست كونسنتريت. لما انا اجي اقول العيان هاز ليفت هايبرتروبيا، ليفت لازم نبقى عارفين احنا اولويز بنتكلم على العين اللي مش باصه قدامها، العين اللي مش باصه في البرايمري بوزيشن. ف the name of the tropia, the vertical tropia بتاعتي always goes for the deviated eye, whether هي hypertropic ولا hypotropic. طيب this eye انا هنا اما اجي ادايجنوز الحاله دي، العيانه دي اقول عندها ايه؟ مينا عندها right hypertropia، although ان انا عندي العين اللي فيها المشكله هي left eye. العين اللي في الليفت اي دي عيانه عندها فراكتشر فلور اوف اوربت، هير ماسلز ار انتراكت، يبقى هير اول البروبلم كلها فين؟ في الليفت اي. فعرفوا لما بنيجي نجيب لكم بروبلم سولفينج اي اولويز مين ان العيان ده انت شايف العين اللي باصه في البرايمري بوزيشن فين؟ بتكلم عن العين الثانيه. هل لازم العين الثانيه دي اللي يبقى فيها الباثولوجي؟ نو no. العين اللي فيها الثانيه دي اللي انا بسمي على اساسها. طيب الهايبر ديفيشن is either competent or incompetent. يعني ايه هايبر ديفيشن؟ يعني انا عندي دلوقتي انا عندي مشكله في الفيرتيكال ماسلز الاليفيشن بتاعي ان انا اليفيت. لو هو incompetent يبقى انا incompetent، يبقى هو it is unequal في كل directions of up gaze، يبقى انا عندي incompetent vertical strabismus. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عارفه مش عارفه ارفع عيني up and in، بس حقيقه عارفه ارفعها up وعارفه ارفعها اب اند اوت، يبقى انا عندي في مشكله في الانفيريور اوبليك اللي بترفعها لي اب اند ان، يبقى this is an incompetent vertical strabismus. competent يبقى انا مش عارفه ارفع اب اند ان، مش عارفه ارفع اب، مش عارفه ارفع اب اند اوت، this is a competent vertical strabismus. عايزين دايما نفتكر ان انا I have two eyes، فلما ببقى عندي two eyes انا عندي في versions وفي عندي deductions. وعندي حاجه اسمها يوك ماسلز. These are very important. لان انا ممكن اجي نيرفانا اقول لك في الامتحان the patient has left hypertropia. اوكي؟ بس عنده in the right eye في عنده defective elevation او defective depression. اول حاجه تعمليها انك تشوفي هما اليوك ماسلز بتوع بعض فين. واكوردنجلي تعمليهم ارسمي لنفسك رسمه، انتوا عارفين انا في الحول لازم ارسم العينين وارسم الاكسترا اوكر ماسلز اللي هي الاتش شيب بتاعتنا، واشوف هو بيكلمني على مين عشان اشوف مين اليوك ماسل بتاعتها. لان انا ممكن يكون المساله كلها انه بيكلمني على العين الهايبر ديفييتد وانا كل انتباهي للعين الهايبر ديفييتد، في حين ان انا العين الثانيه هي اللي فيها المشكله. ات از هايبو واليوك ماسلز كلها هي اللي شغاله في العين الثانيه جرالي العين لفوق. اوكي الجدول ده مهم وانا عامله لكم سكرين شوت وبرنت سكرين وحطيته هنا عشان this is very important. لما اجي اقول لكم differential diagnosis of over adduction ان انا عندي elevation over elevation in adduction، او ما اجي اقول لكم ان انا عندي over depression in adduction، ال differential diagnosis ده سؤال. اول لما يجي لي المساله في الامتحان فيها over elevation in adduction all what I have to do I have to
ريتريف الجدول ده من دماغي، لان هو ده الديفرنشال دايجنوسيس بتاعي. هو ايه الاوفر اليفيشن ان ادكشن؟ ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون عندي الانفيريور اوبليك شغاله زياده، ممكن يكون عندي ديسوشيتد فيرتيكال ديفيشن، ممكن يكون عندي العيان ده عنده لارج انجل اكزوتروبيا وذ انفيريور اوبليك اوفر اكشن، ممكن يكون العيان ده الركتس ماسل بوليز بتاعته متحركه من مكانها. نفترض العيان ده عنده اوربيتال ديفورميتي، فالاوربيتال ديفورميتي دي ايكوالز ان انا كل الماسلز بتاعتي مش ماشيه في الباث واي نورمال بتاعها، الاقي ان انا عندي اللاترال ريكتاي يتحركوا لفوق وميديال ريكتاي لتحت، فالعيان ده جاي لي باي شيب مثلا باترن. فاهمين قصدي؟ خدتوا باترنز الصبح مش كده؟ دوين ريتراكشن سيندروم ده ممكن يعمل لي اوفر اليفيشن. مش احنا عندنا حاجه اسمها اوفر شوت ان ادكشن، اوفر شوت او داون شوت، ذس از اوفر اليفيشن ان ادكشن. كل الكلام ده داخلي في الديفرنشال دايجنوسيس. سؤال الديفرنشال، عشان لسه جاي اصلا كنت بصلح ورق الماجستير، سؤال الديفرنشال دايجنوسيس بيبقى عليه 10 نمر. لما اجي الاقي حد كاتب لي 1 ايتم، ده انا هديله قد ايه؟ 10 نمر. انا مش هعد كل واحده بواحده، بس لما الاقي ان انا كان عندي 10 وهو ما كاتبليش غير واحده، هديله كام؟ قليل. Causes of over depression in adduction. The same. ليه بقول الكلام ده؟ عشان زي ما اتفقنا واحنا قاعدين في الامتحان، لما يجي لي سؤال الحول هرسم ال H shape بتاعتي right and left، واشوف كل كلمه بتتنطق في المساله والبروبلم سولفنج بتاعتي وافسرها على الرسمه بتاعتي. لما انا اعمل ده على الرسمه بتاعتي انا في البيبر، هطلع في الاخر بالدايجنوسيس. اوفر ديبرشن، عندي superior oblique muscle is over acting، عندي large angle exotropia، عندي دوين with down shoot on adduction، ده موجود برضه دوين ريتراكشن سيندروم، عندي براون سيندروم، حاجه من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي اوفر ديبرشن ان adduction. ايه البوسيبل كوزز اللي بتعمل لي vertical deviations؟ عندي superior oblique muscle palsy انتوا خدتوها، dissociated vertical deviation، monocular elevation deficit، عندي جريفز ديزيز او ديزيز او اللي هو الثايرويد ديزيز اوفثالموباثي، في عندي انفيرير اوبليك ماسل بولسي. انا هفوت السوبيرير اوبليك لانكم خدتوها، مش خدتوها؟ هنتكلم على الديسوشيتد فيرتيكال ديفيشن. ايه هي الديسوشيتد فيرتيكال ديفيشن؟ الديسوشيتد فيرتيكال ديفيشن يا اما بتحصل يونيلاترال اور بايلاترال. عادة it is bilateral, it is يوجولي اقل بكتير قوي انها تكون ريرلي انها تكون يونيلاترال. العيان اللي عنده دي في دي اعرفوها كده، العيان ده ما عندوش جود باينوكولر فيجن، يبقى انا عندي ات از يوجولي بايلاترال. العيان ده ما عندوش جود باينوكولر فيجن، العيان ده عاده هي نيفر مانيفست وذ ديبلوبيا. امتى هي مانيفست بالديبلوبيا؟ لو عنده جود باينوكولر فيجن. نمره اربعه ان انا العيان ده عنده بور فيجوال اكيوتي. الحاجات دي الحاجات المتوفره في عيانين الدي في دي، يبقى العيان الدي في دي ده هيجي لي وهو عنده 6 6 نيفر، مش هيحصل. يبقى العيان ده لازم يكون عنده بور فيجن. طيب ايه اللي بيحصل في عيانين الدي في دي؟ العيان ده بيبقى عنده عين فيكسنج والعين الثانيه بتايبر ديفييت. بتايبر ديفييت تروح فين يعني؟ ات جيتس اوت، ات اليفيتس، ات ابدكتس اند ات اكستورتس. كاني بشغل مين زياده؟ الفانكشن ده بتاع مين؟ inferior oblique. كاني بشغل inferior oblique ازيد، كاني بقول inferior oblique over action. هل ده حقيقي؟ yes one of the recent theories yes ان انا inferior oblique is a bit overacting in cases of dissociated vertical deviation، وعلشان كده one of the surgical modalities ان انا بشتغل على inferior oblique. طب ده بيحصل امتى؟ اولا انت appears امتى؟ في سن من سنتين لخمس سنين. البيرنتس يجوا يقولوا لك ان الولد يبقى باصص قدامنا وعينه تسرح لفوق. هل عين واحده اللي بتسرح لفوق؟ لا، ده لو جه انتبه بعينه اليمين عينه الشمال تطلع، ولو جه انتبه بعينه الشمال عينه اليمين تطلع. هل ده بيحصل all the time؟ لو انا عندي poor visual acuity for this child and this child هتحصل all the time. طب لو انا مش عنده very poor visual acuity هتحصل during fatigue او day dreaming. اوكي؟ طيب هو ايه الدي في دي؟ الدي في دي جم قالوا ان العيانين دول عندهم latent nystagmus in a poorly seeing eye. طيب انا عندي عشان هم عنده latent nystagmus in a poorly seeing eye بتستيميليت مين؟ بتستيميليت الفيستيبولار لابيرنث جوه، فيبتدي يبقى عايز يظبط الدنيا، عايز يظبط النستاجمس، عايز يعمل لي حاجه اسمها نستاجمس بلوكج سيندروم. عشان يعمل الحركه دي بيشغل مين ازيد؟
يروح قايل الانفيريور اوبليك ساعديني، تروح مساعدات اوفر اكت، تروح بعتالي العين لفوق. يبقى it's a some sort of blockage to the nystagmus which is present في primary position. The inferior oblique muscle has to act more. It elevates the eye up عشان تشغل الانفيريور اوبليك ازيد عشان تحطها في الوضع بتاع الدي في دي ده. طيب وقالوا ان احنا لو بصينا ب very high magnification على العيان ده وهو باصص في primary position هنلاقي ان هو عنده very minimal nystagmus اللي هو latent nystagmus اللي موجود. هل العيان بتاع الدي في دي ده عنده هيرينجز لو شغال؟ لا، دي في دي فايوليتس هيرينج لو. هيرينجز لو يعني ايه؟ يعني انا شاكه ان العيان ده عنده دي في دي ولا عنده هايبرتروبيا بحقه حقيقي، يعني عنده مصل مشروره وتانية اوفر اكتنج. اعرف الكلام ده منين؟ العيان ده بيجي لي اول ذا تايم هيز ليفت اي از هايبر ديفييتد. فاجي اروح اعمل ابسط حاجه، اروح اعمل ايه؟ اغطي عينه ذا اذر اي ذا ساوند اي واشوف العين دي بتنزل ولا لا. العين دي بتنزل. طب لما اجي اشيل ايديا هي العين دي نزلت؟ لا ما نزلتش. يبقى العيان ده عنده دي في دي. العيان ده لو عنده ريل تروبيا يعني عنده حول strabismus هلاقي the other eye goes down. يبقى انا عندي هنا violation of Herring's law مش موجود. It's not obeyed by any means. طيب هل العيان بتاع الدي في دي عنده head tilt؟ Yes. في عندي ممكن لو العيان بتاع الدي في دي عنده good binocular vision حتى even لو قليل good binocular vision هيلاقي ان هو لما بيجي له دي في دي لما بيحصل موضوع النستاجمس ده بيحصل له ديبلوبيا. فلما بيحصل له ديبلوبيا he has to compensate for that. فبدل ما الانفيريور اوبليك بتاعته تشتغل اكتر وتروح عامله لي ديفيشن اب هلاقيه انه خد هيد تلت تو ذا اذر سايد. ياخد هيد تلت تو ذا اذر سايد and this is called direct head tilt. يبقى انا العين اللي بيحصل فيها الديفيشن هي انهي عين؟ ذا رايت اي. فهنلاقي ان انا عندي الطفل بي هيد تلت to the opposite side عشان يخلي العينتين هما الاثنين شايفين binocularly single vision يأفويد الديبلوبيا. طب لو انا عندي العيان ده of poorer binocular vision and poorer visual acuity وجاله ديبلوبيا في البرايمري بوزيشن بتاعه وعنده image مضايقه قوي بيروح عامل ايه؟ بيروح عامل head tilt to the same side علشان يبعت لي two images عن بعض. He did not fuse the two images. He suppressed one image and he's seeing just one image. طيب هنمجر ال دي في دي ازاي؟ Measurement of DVD is very challenging. ازاي بنمجر دي في دي؟ هو انا دلوقتي لو انا جيت عملت alternate and prism cover test واعتقد انكم خدتوها. Alternate and prism cover test. لو انا دلوقتي جيت غطيت العين الشمال العين اليمين هتفكس صح؟ نزلت. طب انا عايز احط بقى البريزم بتاعي، جيت اعمل alternate prism and cover test دايما هيبقى في عندي عين بتنزل وعين بتطلع، عين بتنزل وعين بتطلع، افضل شغاله خلصت ال 40 prism diopter وجبت السنجل ones اللي هم ال 45 وال 50 ولسه شغاله. طب and so what؟ ازاي هعمل حاجه زي كده؟ نروح عاملين ايه؟ افوكس على العين اللي فيها الدي في دي، عيني عليها، مش هشيل عيني من عليها خالص، واحط الكفر in front of the deviating eye. وورا الكفر بتاع الديفييتنج اي ده انا عارفه ان العين ديفييتد اب، ورا الكفر ده اجيب بريزم داون، بريزم داون بريزم بيس داون خلاص كده اروح جايباه وانا مثلا شاكه ان هو الديفييشن دي اراوند 20 بريزم دايوبتر. اجيب البريزم بيس داون بتاعي 15 بريزم واروح حطها قدام عين العيان وفوق الكفر وبعدين اشيل وكفر ذا اذر اي. مش المفروض العين دي تروح نازله؟ نزلت بس نزلت اقل بكتير قوي من الاول. اروح حاطه كفر وان مور تايم اشيل البيس داون بريزم احط ال 20 بيس داون بريزم ان فرونت اوف هيز اي وقدامها مين؟ الكفر واشوف العين دي اتحركت ولا لا. العين دي نوت موف يبقى هو كام؟ هيز 20. يبقى اول ذا تايم ماي فوكس ونظري على مين اللي بتتحرك؟ العين الديفييتنج ودايما حاطه كفر وورا الكفر احط البيس داون بريزم بتاعي. دي الطريقه اللي انا بماجر بيها الدي في دي. عملنا جريدنج للدي في دي وقلنا ان انا عندي في هاز هايبر ديفيشن من 0 ل 9 بريزم دايوبتر اتز مايلد، من 9 او من 10 ل 19 اتز مودريت، اكتر من 20 بريزم دايوبتر ديفيشن ابورد ديفيشن ذس از ا سيفير دي في دي. ليه الكلام ده بنعرفه؟ الكلام ده بنعرفه عشان السيرجيكال ابروتش بتاعي هيكون عامل ازاي.
دي اللي انا لسه كنت بقول لكم عليها، اللي هي ان احنا الفرق ما بين الهايبرتروبيا وبين الدي في دي. هاو كان وي ديفرينشيت بتوين ذم؟ لو انا جبت تورش لايت تورش وحطيته للعيان قدامه، وحطيت قدام العيان ده قدام العين اللي فيها دي في دي، حطيت ريد فلتر. الريد فلتر ده كاني عملت كفر، مش كده؟ يعني قلل الفيجوال اكيوتي بتاعته. العين دي حصل لها ايه؟ الديفييتس، صح؟ يبقى العين دي بقت شايفه صوره والعين الثانيه شايفه صوره. العين دي شايفه الصوره، اديني راسك عشان انت عامله هيد تلت. العين دي شايفه الصوره صح، شايفه وايت لايت. طب الثانيه الرايت اي اللي شايفه الريد لايت شايفاه فين؟ مش العين هايبر ديفييتد؟ يبقى تبقى شايفه الايمج فين؟ تحت الريد لايت، مش دي هايبر ديفييتد؟ يبقى حصل ستيميليشن لمين؟ انهي ريتنا؟ السوبيريور ريتنا. ببروجكت في الفيلد فين؟ انفيريورلي. يبقى انا دايما شايفه الريد لايت ان فرونت اوف ذا وايت لايت. طب شلت الريد فلتر وحطيته قدام العين الثانيه ديفييتد اب، يبقى العيان اللي عنده دي في دي دايما شايف الريد لايت بيلو ذا وايت لايت، عشان عينه اللي اندر ذا كفر اللي هي اندر ذا فلتر ديفييتس اب. طيب العيان اللي عنده هايبرتروبيا او هايبوتروبيا بيبقى شايفها according to what؟ To the position of the eye behind the red filter. العين اللي ورا الريد فلتر دي هايبوتروبيك، يبقى هو دايما شايف الريد اوبجكت فين او ريد لايت فين؟ فوق. ولو هي هايبرتروبيك هيبقى شايف الريد اوبجكت فين؟ طلع ماشيه حالا، ماشيه شايفها تحت الوايت لايت. ده اسمه الريد جلاس تيست. ايه الفرق ما بين الدي في دي والانفيريور؟ والانفيريور معلش نورت الفيديو ده، هند السكرتيره بقى هنطلعها ازاي؟ لا معلش ما حصلش، ما جراش حاجه. الدي في دي والانفيريور اوبليك، ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ الله، طب هو ليه حضرتك انا ما شخصتش الحاله دي انفيريور اوبليك اوفر اكشن؟ الدي في دي هاز ا فيري سلو موشن. الانفيريور وبعدين السلو موشن دي لازم يبقى فيه كفر او during day dreaming او during fatigue. It goes up, abducts and extorts. لكن انا الانفيريور اوبليك اوفر اكشن بلاقيها فين؟ بلاقيها when the patient looks up and in، عشان الانفيريور اوبليك تبقى في الماكسيمال اكشن بتاعها. It is up and in. ده اول فرق ما بينهم هما الاثنين. الانفيريور اوبليك اوفر اكشن، لو انا عندي bilateral inferior oblique over action، انا عندي الانفيريور اوبليك دي it elevates, it extorts and it abducts. هلاقي العين بالظبط بقى عامل كده، هلاقي ان العيان ده بقى عنده حاجه اسمها في باترن. هل العيان اللي عنده دي في دي ده عنده في باترن؟ هي دازنت، ما دام ما عندوش انفيريور اوبليك اوفر اكشن هي دازنت هاف ا في باترن. سلو اب دريفت اوف ذا اي، العيان بتاع الدي في دي تلاقي عينه طالعه بالهدوء كده بتسحب لفوق، العيان بتاع الانفيريور اوبليك نو ات از ابربت اند ات هاز تو بي ان ذا دايركشن بتاع الانفيريور اوبليك اوفر اكشن. الهيرنجز لو از فايوليتد في حالات الدي في دي. طب التريتمنت بتاعت الدي في دي، هل بندخل على طول سيرجيكال؟ لا، العيان ده جالي بايلاترال دي في دي اند هي نيفر بوت اون جلاسز وعنده ايرور اوف ريفراكشن. مش احنا لسه بنقول ان عيان الدي في دي ده بيبقى عنده بور فيجن وبيبقى ما عندوش باينوكولر فيجن قوي، فالعيان ده اول حاجه اعملها له ان انا اصلح له لو عنده اي ايرور اوف ريفراكشن البسه نظاره، وابتدي اسال البيرنتس هل ده قل ولا ما قلش؟ I always give the glasses and I always leave them for a month. طب نفترض ان الطفل داخلي بنظاره اوريدي اديت له نظاره والبيرنتس جم قالوا لي اتظبط، يبقى انا كده مشيت كونسرفتيف اند ات وركت. بس الطفل لبس النظاره يعني لبس الايرور بتاعه كله، وجايين البيرنتس بيقولوا له unfortunately it still appears وبيبقى سو امبارسنج ان احنا قدام الناس عينهم بتطلع لفوق بيخافوا منه العيال. وانا عايز اقول لكم ان اكتر انديكيشن لعمليات الحول البولينج ات سكولز، ان العيال بيبولي بعض في المدارس. لو اتظبط بالنضاره هيجي له ديبلوبيا؟ نو نو، مش هيجي له ديبلوبيا. مهما اتصلح بالنضاره مش هيبقى 6 6. ودايما لو العيان جاله ديبلوبيا هتلاقي ان في عندي هات تلت، هبقى عارفه ساعتها انه دخل في او ان عنده ديبلوبيا. I always encourage ان هو عنده باي فيكسيشن، I always encourage البينوكولر فيوجن بتاعه، ده بالكونسرفتيف تريتمنت. طب لو انا عايز اعمل له سيرجري، السيرجري بتعتمد بقى تعتمد انا الاوفر اكتنج عندي مين؟ هل عندي السوبيريور ريكتاي سيمبلي العيان ده بي اليفيت اب بس، فلما اعمله سوبيريور ريكتس ريسيشن هيز جوينج تو امبروف، ولا هو الغالب عليه انه عنده مع الدي في دي انفيريور اوبليك اوفر اكشن، يبقى ساعتها بقى محتاجه السوبيريور ريكتس واحتمال كبير ابقى محتاجه الانفيريور اوبليك كمان. هو انا لما اجي اعمل انفيريور اوبليك هعمل لها ايه؟ هعمل لها ويكننج،
عندي different weakening procedures، يا اما اعمل لها recession. recession دي يعني place it behind the insertion بتاع الانفيريور rectus، يا اما اعمل لها حاجه اسمها anteriorization. anteriorization دي بما معناها ان انا اما عند نفس الليفل بتاع الانفيريور rectus، يا اما even 1 مليمتر in front of the inferior rectus. وانا بقول لكم no we do not put it in front of the inferior rectus عشان ما تشدليش العين تحت وتمنع الاليفيشن وتدخلني في انتي اليفيشن سندروم، صح كده؟ طب الانفيريور اوبليك ماسل دي الفايبرز بتاعتها مش دي الانفيريور اوبليك ماسل اهي، وليها انتيريور فايبرز وليها بوستيريور فايبرز. هو في فرق ما بين الانتيريور فايبرز والبوستيريور فايبرز يا مينا؟ في فرق. هي في فرق ان انا عندي الانفيريور اوبليك انسرتد كده، او ان انا لما اجي اديس انسرت وري انسرت انسرتت وهي فرشه نفسها كده، تفتكر في فرق؟ ها؟ inferior oblique muscle we never fan the fibers، بنلمها. I never fan out the fibers بتاعت الانفيريور اوبليك. طب هي الانفيريور اوبليك الانتيريور بوردر بتاعها زي وزي البوستيريور؟ يعني لو قلبت مني during surgery في مشكله ولا لازم اعملها على عدلتها؟ ليه؟ why؟ اعلي صوتك يا كريستين. ها كريستينا بتقول النيورو ماسكولر باندر، النيورو ماسكولر نيورو فايبرو ماسكولر باندر اللي ماسكه ورا. هو حقيقه مش ده السبب، في سبب تاني مهم قوي. انتيريور فايبرز مور بوتنت؟ نو. الانتيريور فايبرز ار ذا اكستورتنج فايبرز، هم دول الاكستورترز. اول تلت اللي هو الانتيريور فايبرز هم دول بيعملوا لي اكستورشن، البوستيريور فايبرز بتعمل لي اليفيشن. خلاص كده؟ يبقى احنا لازم نبقى فاهمين ان تقسيمه الفايبرز وعدله العضله ليها معنى، زي السوبيريور اوبليك من فوق، مش السوبيريور اوبليك عامله كده؟ الانتيريور فايبرز ار انتورترز، البوستيريور فايبرز ار ديبريسرز، اوكي؟ طيب ده الادفانتج بتاعتنا ان احنا بقى عارفين هي سوبيريور ريكتس. قول لي انت بتسال على ايه؟ الايه؟ انتورترز اللي قدام بنيين، واللي ورا ديبريسرز. طب بنشتغل، خلص الوقت. يونيلاترال ولا بايلاترال سيرجري؟ وي يوجولي دو ذا سيرجري بايلاترالي، وبنعملهم موست اوف ذا تايم بايلاترال سيمتريكال سيرجريز. انا كان نفسي اكمل معاكم بس انفورشنتلي خلاص كده انا يعني الوقت انتهى تماما خلاص. المحاضرات انا ممكن اسيبها لكم، فقولوا لي اسيبها ازاي وانا اسيبها. و if you need any questions for vertical strabismus you're more than welcome anytime. شكرا. اعمل ايه؟ اسيبها ازاي؟ yeah, sure. ممكن ابعتها لمينا على الايميل او اي حد من بتوعنا، ما اي حد من بتوعنا امسك بقى الترشيقه اللي هو مرشقها لي دي، امسك في واحد تاني في واحد تاني. اه في احلى، اتنين خلاص خلاص كده براحة. الحمد لله لسه عبيط. مين؟ احنا عايزين طيب.